صباح الخير على كل مشاهدينا وعلى كل شبابنا في كل مكان. لقاءنا المتجدد على شاشة التانية وحلقة جديدة معاكم النهاردة في شباب على الهوا، ويا رب يكون كده النهاردة يوم كله تفاؤل وطاقة وأمل وحيوية ونشاط. الحقيقة إن من أول ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو دايما في جهد كبير مبذول منه في دعم ومساندة الشباب في كل المجالات، ودايما شغله الشاغل تنمية قدراتهم وتوفير فرص عمل ليهم من خلال المشروعات القومية العملاقة وتأهيلهم كمان للقيادة والمشاركة السياسية وإنشاء قاعدة كبيرة من القيادات الشابة علشان يكونوا مؤهلين للحياة السياسية. النهارده موضوع حلقتنا هيكون عن المؤتمر التغير المناخي اللي منعقد حاليا في شرم الشيخ واللي بدأت فعالياته في السادس من الشهر الحالي وهينتهي في 18 نوفمبر الحالي. والمؤتمر طبعا أشاد به كل دول العالم من حيث التنظيم والمشاركة الدولية الواسعة، واللي تجاوزت أكثر من ممثلي 197 دولة وبحضور كمان أكثر من 40 ألف مشارك من كل دول العالم. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية COP27 ومردود هذا المؤتمر على قطاع السياحة. هنكون معانا ضيوف وهنتكلم في تفاصيل أكتر عن المؤتمر وقد إيه هو ليه تأثير كبير على قطاع السياحة وعلى مدينة شرم الشيخ كمان بالأخص، وكمان إيه رأي الشباب في المؤتمر وكمان في الجلسات الافتتاحية اللي بتقام كل يوم في مؤتمر المناخ. هنطلع دلوقتي نشوف تقرير عن دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية ونرجع لكم مرة تانية نستقبل ضيوفنا وشبابنا في شباب على الهواء. زي ما كلنا شاهدنا الأيام اللي فاتت إن الشباب كان ليهم نصيب في جلسات الحوار بالمؤتمر لرفع الوعي البيئي لديهم، لأن هم اللي هيعانوا من التغيرات المناخية في المستقبل. فزي ما اتكلمت ان هيكون معانا ضيوف النهارده هيكلمونا عن اهميه المؤتمر وازاي الشباب بينظروا ليه وكمان دورهم في مواجهه التغيرات المناخيه. معانا النهارده ابتسام سامح. ازيك يا ابتسام؟ عامله ايه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ بكالوريوس اعلام. ايوه اهلا بيكي. ومعانا كمان استاذ حسام الدين محمود باحث في السياسات المناخيه. اهلا بحضرتك. أهلا استاذ حسام. اهلا بيكي. معانا كمان يحيى زين كليه حقوق. ازيك يا يحيى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. طيب انا هبدا بحضرتك استاذ حسام، بما ان بنتكلم النهارده عن المؤتمر والتغيرات المناخيه، فبدايه كده يعني ازاي شايف انعقاد وتنظيم مؤتمر كبير زي المؤتمر العالمي مؤتمر المناخ في مصر؟ طيب شكرا جزيلا على الاستضافه، وخليني اقول لحضرتك انه استضافه مصر لقمه المناخ COP27 هو بيعني مجموعه حاجات مع بعضها البعض. يعني في البداية بيعني أنه مصر دولة لها ثقل في المجتمع الدولي ولها أهمية كبرى ولها دور كبير ضمن الدول الكبرى وأيضا المنظمات الدولية، وبالتالي حازت ثقة كل هؤلاء في أنها تستضيف القمة 27. ده جانب. الجانب الآخر، مصر لها ثقل في المجتمع الإفريقي والمجتمع العربي اللي نادوا داخل الأمم المتحدة بأن مصر تكون صوتهم في مسألة التغيرات المناخية، لأن القضية كبيرة جداً والقضية بتقع على مسؤولية الدول الصناعية الكبرى وبتؤثر بشكل كبير في الدول الغير صناعية اللي هي دول جنوب العالم زي إفريقيا والمجتمع العربي. فاستضافة مصر لهذه القمة تدل على هذا الجانب. بجانب آخر يمكن خلينا نشير إليه هو أهمية وقدرة المؤسسات في الدولة المصرية على أنها تستضيف مثل هذه القمة. يعني لما يكون لدينا مؤتمر بهذا الحجم وهذا العدد من رؤساء الدول والوفود اللي موجودة والمنظمات وكل هذا الحضور والجلسات بتبدأ من أول يوم 6 لحد يوم 18 وكل هذا الحضور ده طبعا بيدل على القدرة الكبيرة لمؤسسات الدولة الوطنية في أنها تستضيف ده، وبالتالي ده أضاف للدولة المصرية الكثير. ده إدى انطباع لدى الكل في المجتمعات الدولية لأهمية مصر وقدرتها، وفي نفس الوقت أضاف جوانب سياسية كبيرة بالنسبة للواقع المصري في كثيرا من القضايا وأهمها طبعا قضية التغيرات المناخية. يعني حضرتك تقصد أن بحضور أغلب قادة العالم أن هم يحضروا مؤتمر زي ده هيبقى ليه مردود كبير مش بس محلي، لأ كمان عالمي؟ بالتأكيد بالتأكيد، ولأنه يعني مصر خلال السنوات الأخيرة نادت بأهمية أن يكون هناك معالجة لقضية التغيرات المناخية وأن يكون هناك أحقية للدول التي تضررت. ببساطة جدا، إحنا عندنا دول
كانت مسببه للانبعاثات الحراريه اللي هي موجوده حاليا، اللي هي ارتفاع ثاني اكسيد الكربون في الجو. وهناك دول تضررت وغير باعثه، اللي هي دول جنوب العالم. فهنا في مشكله كبيره جدا، انا بواجه تصحر، بواجه جفاف، بواجه حرق في الغابات، بواجه مشكله في الامن الغذائي، مشكله في الامن المائي، فبالتالي في شيء من عدم العداله في المساله. فمصر خدت على عاتقها انها تكون صوت لجنوب العالم باكمله في انه هذه الدول تاخد حقوقها، على الاقل يكون في شيء من العداله المناخيه، ويكون في شيء من التعويض اللي هو ممثل في مساله التمويل واللي يمكن قدر فيه الاتفاقيات السابقه بمبلغ 100 مليار دولار. فطبعا كان في جهود كتيره جدا قامت بها مصر لحين وصلت او كانت باكوره اسهامات هذه الجهود انها وصلت لاستضافه القمه وسميت بقمه التنفيذ. طيب ابتسام، بقى نروح لدور الشباب، وانت في كليه اعلام، يعني كليه ليها دور كبير، وخصوصا ان الطلبه فيها دايما بيحاولوا ان هم يعني يتناولوا الموضوعات اللي بتبقى موجوده على الساحه، فايه دور الاعلام في موضوع مهم زي ده؟ طبعا الاعلام كان ليه دور كبير جدا في حملات التوعيه على التلفزيون، كبيره جدا وضخمه جدا، وكان في مبادره، يعني عاملين مبادرات كبيره جدا للتوعيه على الحفاظ عن البيئه وعن المناخ. والمبادرات دي بتبقى عن طريق يعني السوشيال ميديا، ولا عن طريق بتبقى موجوده بس في الكليه، مقتصره بس على الكليه؟ لا، في السوشيال ميديا وفي التلفزيون، يعني في كل مكان، في كل مكان حوالينا في توعيات كبيره جدا للحفاظ على البيئه والاضرار اللي بتنتج عن استهلاك الطاقه طيب هل في يعني مثلا شباب او يعني ناس في الكليه او اساتذه او دكاتره او مدرسين بيتكلموا مثلا ان هم يوضحوا ايه اسباب المؤتمر، ايه يعني ايه تغيرات مناخيه، يوضحوا كده شويه بيزكس تخص المؤتمر والتغيرات المناخيه، بحيث ان الناس تبقى فاهمه، لان في ناس مش بيبقاش عندها خلفيه قوي هو ايه اللي بيحصل بالظبط، او احنا بنعمل ايه علشان المناخ العالم المناخ الخاص بيتضر. ايوه، لا طبعا بيتكلموا الدكاتره كتير جدا في الجامعات عامه، وبيفهموا الطلبه كتير جدا، وبيوعوهم وبيفهموهم الاضرار بتاعه المناخ، واللي احنا يعني الجو اللي بدا يحصل فيه المناخ التغير بتاع المناخ. طيب عايزه اعرف برضو من حضرتك انه من اسباب التغيرات المناخيه انه في احتباس حراري، ف يعني هي كلمه كبيره. كلمه كبيره صحيح. الموضوع ده ازاي نقدر ان احنا نقلل منه؟ يعني انا قريت ان تقريبا النسبه بتاعته 2.5، المفروض انها تبقى 1.5. نعم. لا، هو المساله بوضوح هنا علشان برضو الناس تكون واصله لها فكره الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هو نتيجه ارتفاع ثاني اكسيد الكربون في الجو. هندي مثال مثلا بسيط على الواقع اللي بيعيشه كل وايه الموقع. اسباب اصلا الاحتباس الحراري اللي الناس بتعمله علشان يسبب احتباس حراري؟ جميل جدا. الاحتباس الحراري هو الظاهره الناتجه عن ارتفاع ثاني اكسيد الكربون في الجو. ثاني اكسيد الكربون ارتفع في الجو نتيجه الاستخدام الزائد للوقود الاحفوري اللي هو الفحم مثلا ببساطه. تمام. وطبعا الفحم بيستخدم في الدول الصناعيه الكبرى. الدول الصناعيه الكبرى لما قامت الثوره الصناعيه بدأ ان هم يشتغلوا بهذا الوقود وغيره من اللي بيسمى انها طاقه غير نظيفه، وبالتالي كان سبب في ارتفاع مستوى ثاني اكسيد الكربون في الجو. فده عمل الاحتباس الحراري اللي هو ايه؟ الاحتباس الحراري مثلا زي اذا كان حد عندنا مثلا معاه عربيه وترك العربيه فتره في الشمس مثلا ومغلقه بالكامل ومحكمه الاغلاق، لما بيجي يستخدم العربيه بتبقى يعني في منتهى الحراره. اسمع برضو انه غلط جدا ان احنا نستنشق الهواء اللي بقى بالزبط موجود جوه العربيه بسبب ان الشمس كانت الاحتباس متسلط عليها. هو ده الاحتباس الحراري بالظبط، ده اللي حصل، مش على مستوى العربيه، على مستوى الكره الارضيه. فزود درجه حراره الكره الارضيه، وبالتالي ده نتج عنه مشكله كبيره جدا اللي هي ايه؟ بقى عندنا مثلا مناطق بتتاثر بانه يحصل ارتفاع في حرائق الغابات، اماكن فيها انهار زي مثلا في اوروبا حاليا بتجف هذه الانهار، مثلا مناطق فيها صحراء بتزداد رقعة الصحراء في هذا الامر، وبتقل منطقه الزراعه في كثير من نواحي العالم، وبالتالي مثلا في اماكن بتحتاج انها يكون فيها مثلا امطار كثيره بيحصل تغير. يعني النهارده مثلا احنا كنا بننتظر الامطار في شهر 8 في منطقه كذا في الدلتا، فبيعتمد المزارع على هذا التوقيت في زراعته،
ما بقاش ده موجود، فبالتالي هو بيبدا يبحث عن مورد اخر للمياه غير الامطار. طيب درجه الحراره الزياده دي خلت المحصول يبقى فيه مشكله. على سبيل المثال السنه قبل اللي فاتت كان فيه مشكله في محصول المانجا مثلا، تمام، فهو يعني المزارع متضرر. فبقى يبقى فيه مفهوم جديد انه احنا محتاجين اصناف جديده من البذور تتعامل مع ندره المياه اللي موجوده، تتعامل مع درجه الحراره. في مصر برضو كان ليها تجربه انها عملت صوب زراعيه، ولكن الصوب الزراعيه مكلفه، وبالتالي المنتج اللي هيطلع من الصوب دي هيبقى مكلف، وبالتالي هيباع بسعر اعلى من اللي كان بيتباع قبل كده. برضو نفس الحكايه في تاثير على التنوع البيولوجي. يعني مثلا عندك اسوان منطقه او بيئه صحراويه، تمام كده، حصل فيها سيول ثلجيه. طب حد يقول ان اسوان يحصل فيها هطول للثلج؟ فعلا يعني حاجه غريبه. ده حصل في بدايه السنه، وبالتالي كان في مشكله انه في يعني زي ايه خروج لبعض الحيوانات والحشرات اللي موجوده في البيئه الصحراويه ديت، وبالتالي هجمه المواطنين. كانت ناس في اسوان بتقول احنا عندنا العقارب بتهاجمنا. الحكايه مش ان العقارب بتهاجمهم، العقارب ما بقتش عارفه تعيش في الصحراء اللي هي كانت عايشه فيها لانه في ثلج، وبالتالي في مشكله في البيولوجي في الجانب دوت. وطبعا ده مشكله برضه، ده بيعقبه جانب اخر انه الكائنات ديت برغم انها كائنات ممكن تكون مضره بالنسبه للبشر الا انها مفيده في جانب اخر، بتمنع عنهم فيروسات محدده او بكتيريا محدده. فالتغيرات المناخيه بتصل الى عمق انها تؤثر في النهايه على الانسان، لانه البيئه او الارض باكملها بتهضم بعضها البعض. ربنا خلق الدنيا كده بتهضم بعضها البعض، فالتغير ده عمل تغير في النظام الكوني، وبالتالي اصبحت مشكله. طيب احنا عشان نحل المشكله دي حصل ايه؟ عملنا مجموعه كبيره من القمم والمعاهدات الدوليه. من اول سنه 95 من اول التسعينات كان سنه 92 قمه الارض في ريو دي جانيرو في البرازيل، واللي اتفقوا على انه يعملوا اتفاقيه الاطراف اللي هي حاليا مؤتمر المناخ من اول سنه 92 لحد دلوقتي، وعملوا مجموعه من الاتفاقيات زي بروتوكول كيوتو، وبعد كده كان اخر حاجه وصلوا اليها اتفاقيه الاطراف اللي هي كان سنه 2015. يعني برضه كان في دي كان يمكن اهم جزء فيها هو اننا لا نصل لمستوى ان درجه حراره الارض ترتفع عن درجه ونص المعدل اللي موجود. هي طبعا مش درجتين، هي دلوقتي درجه واثنين من عشره. فهم بيخشوا ان احنا بعد عام 2030 نصل لفوق درجه ونصف، لانه احنا لو وصلنا لفوق درجه ونص هنبقى وصلنا طبقا لتقارير الامم المتحده وطبقا للحكومه الدوليه المعنيه بتغير المناخ انه هنصل لنقطه بتسمى في الامم المتحده كده نقطه اللاعوده، انه مفيش مجال بعدها ان يعني ان احنا نلحق الدنيا تتصلح ببساطه. لانه قيل هذا، يعني دي دراسات علميه موجوده مش مجرد اراء سياسيه. هذه الدراسات بتشير انه في حال ارتفاع مثلا الى اربع درجات بالتالي هيبقى في امتصاص للحراره ديت داخل المحيطات والبحار، وبالتالي هتحصل الكوارث الطبيعيه الناتجه عن الاحتراق دوت، وفي النهايه هتجد انه يعني المواطن او الانسان او الدول مش هتقدر انها تواجه ده، مش هتقدر تواجه الفيضانات بالشكل ده. لا، والفكره كمان دلوقتي ان حضرتك بتتكلم دلوقتي كلام كبير وكلام مهم جدا وكلام علمي، ومش بيهم دوله واحده، ده بيهم كل دول العالم، لذلك القمه البشريه كلها. لذلك القمه حاليا فيها الجديه اللي حضرتك شايفها، لان هو حتى على مستوى اوروبا هم متاثرين. هنا بس عايز اشير الى جزئيه ان اوروبا لحد السنوات اللي فاتت كانت بتشوف انها يعني في شويه تقليل من التزاماتها. لماذا؟ لانه هي بتشوف انها هي الباعثه للكربون، ولكن في النهايه مش متضرره، دول اخرى متضرره، ففي يعني شيء من عدم الالتزام والجديه. فالنهارده وجدوا ان عندهم مش متضرره، هي بتضر بدول ثانيه، لكن لقت انه في ضرر حاليا عندها. طيب يحيى، بما انك يعني لسه شاب وفي كليه حقوق، اتخرجت خلاص ولا لسه؟ طب كويس قوي. طيب احنا عايزين نعرف، يعني استاذ حسام بيتكلم في كلام كبير وفي معلومات كتيره، فهل الشباب في الكليه وفي الجامعه بشكل عام عندهم خلفيه يعني بشويه حتى معلومات عن التغيرات المناخيه وعن المؤتمر ولا لا؟ ايوه، احنا في الجامعه عندنا نظمنا كذا ندوه في خلال فتره فاتت، من اول في اخر شهر 10 ومن فتره قليله برضو نظمنا كذا ندوه، وكان استاذ حسام برضو موجود معانا فيها. الندوه كان هدفها انه الناس تعرف يعني ايه تغيرات مناخيه، ولا يبقى في توعيه بان احنا نلتزم في حاجات معينه بحيث ان احنا نقلل من الاحتباس الحراري ويبقى
عندنا يعني خلفية عن التغيرات المناخية؟ هي أول ندوة احنا عملناها كانت بس كتوعية، كان بنفهم، كان بيفهمونا احنا وبيفهموا الطلبة وبيفهموا الناس اللي جت تحضر، اللي هو ايه يعني ايه تغيير مناخ، يعني ايه الأضرار اللي احنا ممكن تسبب لنا وتسبب لدول تانية كتير. تاني ندوة ديت كنا احنا بدأ يبقى عندنا يعني علم واللي احنا نقدر نتكلم في حاجة زي كده، يعني بدأنا نفهم، فبدأنا ندي أفكار كمان، طب احنا ممكن نعمل كذا، طب في ناس بتتضرب كده، في دول أقل من كده يعني المناخ عندها سيء بدرجة أكبر من دول تانية، يعني بيبقى في فروق في المناخ في دول وفي دول وفي دول، وبالتالي في حاجات كتير بتقل، يعني في محاصيل بتقل، أنا على الزراعة مثلا في محاصيل بتقل في مصر مثلا، بتقل مثلا في دول مثلا احنا بنبقى احنا مثلا بنستورد منها او بنصدر لها، بتقل عندها وبتزيد عندنا، بتبقى هي بتبقى كده بتقل في حته، بتقل عند دوله مثلا بتبقى مثلا محتاجه حاجه زي كده. تمام. فهي دي اللي كانت التوعيه اللي احنا كنا نقدر يعني بنسمعها يعني، وكانت بتتقال لنا في المحاضرات، وكان الاستاذ حسام معانا في كذا يعني كان معانا في الاثنين. كان في يعني تقبل من الشباب ان هم عايزين يسمعوا وعايزين يعرفوا، ولا ما كانوش مهتمين؟ لا كنا احنا لما نظمنا في بدايه الموضوع، يعني لما جينا نظمنا الندوه وكده، كنا حابين نعرف ايه الموضوع، يعني ايه التنظيم اللي هيحصل، عشان شايفين في دول كتير جايه وفي ناس كتير هتشارك في الموضوع دوت، وكان في تنظيم ليه جامد، ولما اتجمع جت قالت احنا هنعمل ندوه وكده، فبدانا نحس الموضوع اللي هو فيه جد، في موضوع، ده موضوع فعلا مهم لازم ان احنا نميل ليه، فاهماني؟ فعشان كده بدانا اللي احنا لا عايزين نفهم، عايزين نعرف يعني ايه تغيير مناخ، يعني ايه مثلا ايه اللي ممكن في ناس تتضرر منه، ايه اللي الدول ممكن تعاني منه بعد كده، يعني في جيلنا مثلا او في الجيل اللي بعدينا، ايه اللي احنا ممكن هيحصل لنا، او ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نحافظ على كده. فلما بدانا نعرف حاجه زي كده، اللي احنا نبدا نقلل من مثلا من الاضرار اللي بتسيب البيئه، من التلوثات مثلا، من المخلفات، من الدخان بتاع العربيات، كل الحاجات دي بتاثر على المناخ، وهي دي اللي بتخلي المناخ يتغير من وقت للتاني. تمام، كويس قوي. طيب ابتسام، قولي لي ايه كده كانت ابرز يعني انتوا قلتوا عملتوا حملات توعيه، ايه ابرز الساينس مثلا اللي كانت موجوده في الكليه او في الجامعه بشكل عام، وحاجات مكتوبه علشان توضح يعني كلام عن مؤتمر المناخ؟ هو كانت اكبر يعني المبادره الكبيره جدا اللي عملتها الدوله، مبادره تحضر الاخضر، دي كانت يعني كانت هي كبيرة، كانت ابرز حاجه باينه جدا في كل مكان طبعا، وفي الجامعه وفي كل حته، ف دي 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 الحاجه الكبيره اللي كانت بنوعي دايما الناس فيها في الجامعات وفي كل مكان. تحضر مثلاً هل فكرتوا مثلا تعملوا زي مثلا فيديوجراف، انفوجراف، او فيديوز بشكل عام؟ دايما كليه اعلام بيعملوا الحاجات دي بسهوله جدا على طول الوقت، وينشروها على السوشيال ميديا كنوع من انواع التوعيه، او ان هم يعرفوا الناس بشويه معلومات بسيطه وبطريقه كمان سهله ومبسطه وتقدر توصل لكل الناس. هم كانوا بيبتدوا فيها فعلا، بس حصل يعني شويه حاجات كده، ف يعني ما كملتش. طيب هننتقل برضو لحاجه مهمه جدا، وهي قطاع السياحه، وخصوصا ان في كتير من دول العالم حضرت المؤتمر، وناس كتير جدا كانت موجوده من الصحافه والاعلام والقضاه السياسيه. ده هيبقى مردوده قد ايه على السياحه عندنا في مصر، وطبعا بالاخص مدينه شرم الشيخ؟ مردود كبير جدا، لانه في الحقيقه استضافتنا للقمه دي والحضور المهيب اللي موجود عندنا وانظار العالم المتجه الى مصر، يعني ده اضاف لمصر الكثير، واضاف لمؤسسات الدوله المصريه الكثير، وبالتالي وجود هذه الوفود هنا واستحسان استقبالهم زي ما حصل يمكن خلال الايام اللي فاتت منذ بدايه القمه لحد وقتنا الحالي، واحنا بنتابع النشرات الدوليه لليو ان وبنتابع المواقع العالميه وهي بتتكلم عن تعليقات رؤساء الدول ورؤساء الوفود والمفاوضات اللي موجوده، وحتى المنظمات اللي حضرت في مصر وشاركت ايضا، يعني شكرت بشكل مباشر وبشكل واضح وله ثقل، وطبعا بالتاكيد هم ليهم يعني ثقل بالنسبه لاعلامهم الخارجي، فتعليقاتهم كانت اضافه كبيره. وبالتالي يعني لما يكون المجتمع الدولي بيرى انه مصر قدرت انها تستضيف هذه القمه وتنجح بهذا الشكل، ويكون في رؤساء دول محددين كبار في العالم ومؤثرين موجودين هنا، وبالتالي هتلاقي انه اعلامهم كله موجود هنا،
انظار العالم موجوده هنا، فده اضافه وده تسويق غير مباشر للدوله المصريه والمعالمها السياحيه. فانا اتصور خلال الفتره القادمه انه هنجد انه شرم الشيخ يعني هي كسبت حاجتين الى وقتنا الحالي. اول حاجه كانت في بدايه العام انها مدينه خضراء، يعني بالكامل بتتعامل بالشكل الاخضر من اول الكهرباء للنقل والمواصلات، وصولا الى انه تم اقرار في القمه انه شرم الشيخ مركز للمرونه بالنسبه لافريقيا. اتصور انها هتتفوق على مدريد وهتتفوق على استوكهولم وهتتفوق على واشنطن، فانها تعتبر من افضل المدن حول العالم بعد استضافتها للقمه وبعد الانجاز اللي حققته الدوله المصريه على ارض مدينه شرم الشيخ تحديدا. يعني تمام، انا بشكرك جدا استاذ حسام الدين محمود باحث في السياسات المناخيه على المعلومات القيمه اللي انت فتنا بيها النهارده وتوضيحاتك برضو لمؤتمر المناخ والتغيرات المناخيه. شكرا ليك شرفتنا، وشكرا ليك يا ابتسام. شكرا ليك يا يحيى. شكرا لحضرتك. وصلت معاكم النهارده لنهايه حلقتنا، استنونا كل يوم مع فريق عمل جديد في شباب على الهواء.